تشاهدون معنا في هذه الحلقة من برنامجكم ماي فاميلي. في ركن مودة ورحمة، المختص النفساني محمد فرجاني يعطيك 5 نقاط تجعل زوجك يحترمك ويتهلى فيك. هي المرأة إلى مدى عملت الحوار مع رجل يسموه الحوار الفعال، يسموه الحوار الفعال. وش معنى هذا الحوار الفعال؟ الحوار يتحاور بالتي أحسن، مش يطير وتكسر الدنيا وتضبح وتسمع الجيران. بالعكس، الحوار الفعال هو كي كان بيناتهم ويكون هو حل للمشاكل وديا، للمشاكل وديا. معناتها كل شغل كيد عندهم حاجة بيناتهم، تقولوا يا رجل عندي حاجة بيني وبينك، معليش أنا أني غلطة، إيه أنا نطلب منك سمح وأروح ناقش هذه الحاجة، ما نزيدش نعاودها، ولا أنت درت هذه الحاجة ما خلصش الدنيا. في ركن طفلي يتعلم مع ريم. وليدك ما يحبش القراية، طرق تعليمية تخلي طفلك يعشق الدراسة ويراجع دروسه. قالوا بزاف امهات قالت لنا روحتيهم على جال ولادهم، تلقاها هي تقرا في بلاصتو وتحفظ في بلاصتو. مي هنايا هذا الخطا اللي راهم يديروه كامل الامهات، اللي ما ننصحش به كامل. علاش؟ باسكو لازم تخلي الطفل، تخلقي له التواصل، تخلقي له عفوا الدافع بالتواصل، يعني تواصلي معاه سمعيا وبصريا باش تخلقي له هذاك الدافع، تخليه هو يروح يقرا وحده. وفي ركن ماكلتنا بنينه، وجبه رخيصه بصح تخلي طفلك ذكي. وش رايك استاذة؟ والله غير ديجاني قريب نكمل الطبسي ما شاء الله. طبعا ما يبانش الشوفلور، قلت لها من اليوم ندير الشوفلور بهذه الطريقه. انا اصلا ما نحبوش بزاف، لكن بهذه الطريقه بزاف هايل، كي فيه الفيونداشي وفيه رغم انك درتي بالدجاج ما قلت لهم ديروا الفيونداشي. ها كيما حبيت انا درت بنين هايل وما شاء الله وصحي، ويقدروا بهذه الطريقه ياكلوه الاطفال اللي ما يحبوش ياكلوا شوفلور. كل هذا وأكثر في برنامج ماي فاميلي كل أربعاء 9:30 ليلا عبر قناة النهار.